في حلقة خاصة باش ناخذوا علم هو أضخم علم، هو عملاق جدا في إطار مبادرة إنسانية من مواطنة تونسية خياطة بينها وبين روحها، تتبع كما الناس في الأحداث واللي قاعد يصير. هزت التليفون واقترحت على إدارة جوهرة فيم، وجوهرة فيم وتعديت في المباشر معايا البارح، اقترحت أنها تعطينا علم ضخم نلحفوا به إذاعة جوهرة فيم. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل. كانت هذه كانت على قبيلنا مع قبيلنا ميسيرش. رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال. كواليس التحاف مقر جوهرة فهم بالعلم الضخم الفلسطيني. ربي ينصر فلسطين. شكرا مريم بوسعادة على الصور الجميلة، فيديو من إنتاج مريم بوسعادة. بعد شوية زادت تلقاه في قناة اليوتيوب وشين اليوتيوب للجوهرة فهم، التفاصيل بالكواليس الكل معناتها من جهة بحثنا المرأة لهنا الاستوديو حتى لين خرجوا وخرجنا الحقيقة وقمنا بتلحيف مقر جوهرة فهم بالعلم الفلسطيني. ربي ينصر فلسطين.